اهلا بيكم. لو انت شاطر في اشطر منك بكتير، لو انت بتجتهد في غيرك بيجتهد اكتر، ولو عندك شوية علم في غيرك متعلم اكتر. المعيار الاساسي والرئيسي في اي نجاح هو توفيق ربنا قبل كل شيء. اسعى واعمل اللي عليك وتوكل على الله. احنا ما عندناش مشكلة نسلم ماتش ومهمة تجهيز ماتش القمة لدولة السعودية، وما عندناش مشكلة أيضا يتصرف على الماتش ده أكبر مبالغ ممكنة، وما عندناش مشكلة طبعا نجيب أنظف كاميرات، ولا مشكلة نختار أجهز ملعب عربي نلعب عليه الماتش، ما عندناش مشكلة نعمل جوائز للجمهور سواء اللي هيبقى جوه الملعب أو بره الملعب كمان، ما عندناش مشكلة نعمل أكبر استوديو تحليلي ونجيب أفضل المقدمين سواء مصريين أو سعوديين، ونجيب مدربين سابقين يبقوا محللين الماتش ويبقوا أجانب كمان. بس السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل احنا قدرنا في مصر حتى هذه اللحظة نهتم بالعنصر البشري اللي بيمارس اللعبة نفسها زي ما اهتمينا بالمنظر العام وصرفنا عليه علشان نقول احنا فعلا عملنا حاجة تليق بينا؟ لا طبعا. هل انت ضامن ان نص عدد لعيبة الماتش اللي هتلعب ده بالفعل عندهم اساسيات اللعبة بل مبدعين فيها وقادرين يقدموا منتج يليق بالكرة المصرية؟ برضو لا. هل اصلا في كشافين اندية اوروبا هتفكر تيجي تحضر الماتش ده، ولا زي ما سمعنا بطلوا يجوا مصر اساسا بسبب المعاملة اللي بيشوفوها والباك جراوند السيئة اللي خدوها عن الجودة بتاعتنا في المطلق وخصوصا عقلية الجودة دي؟ برضو لا. هل اللاعب اللي هيلعب الماتش ده هيقدر يلعب كرة محترمة لانه فعلا موهوب وذو جودة مرتفعة، ولا مجرد هيحاول يفرهد نفسه بالعافية علشان يكسب الجايزة المالية الكبيرة بتاعت احسن لاعب في الماتش؟ للأسف احنا بنحاول نصطنع الجمال في اشياء ينفع بالفعل تتعمل في مجالات اخرى غير كرة القدم زي السينما مثلا. عشرات الحوافز والتأثيرات هي فقط اللي بتحرك هذه اللعبة. للأسف احنا نسينا ان موهبة وعقلية العنصر البشري اللي بيمارس اللعبة هي اللي بتحرك اللعبة دي وبتزيد من جمالها، ومن خلال ابداعيته بيقدر يتفاعل مع سياقاتها العديدة المختلفة وبتطلع لنا نتيجة جمالها يتمثل في عدم توقعها او التنبؤ او التحضر ليها من الاساس. ما عنديش مشكلة والله العظيم تصرف على الماتش وتحاول تجمله، ده شيء هايل، لكن عندي مشكلة انك لحد اللحظة دي مش قادر تنتج عنصر بشري مبدع في اللعبة دي، ومبدع هنا تتمثل في الموهبة، مش في الموهبة بس، لا، في اجتماع الجانب البدني والتقني والتكتيكي والذهني بدون اي فواصل على الاطلاق. في النهاية وارد جدا يكون معانا فلوس، وارد يكون غيرنا بيساعدنا بالفلوس، لكن ما عندناش علم او معرفة اللي بالمناسبة هي الأساس، وعلى أساسه صرفنا للفلوس نفسه بيروح في جوانب فيها رفاهية وبننسى الجانب الأساسي اللي لازم نصرف عليه أولا. دمتم في أمان الله.